كتبتوش اللي هو المعنى الصحيح للانجليزي؟ لا لا ما دخلتش فيه يعني. لكن قريب قريته. هل انت معترض على ما جاء فيه ام متفق معاه؟ في حاجات طبعا معترضين فيها وفي حاجات يعني زي اي تفسير من غير كلام يعني. يعني في حتت اللي هم اعترض عليها بعض الناس الاسكالر عندنا اللي هم العلماء يعني، انه مثلا في حاجات في التعبيرات يعني في الترجمه ليست مطابقه للاصل اليوناني او للاصل العبري الموجود عندنا، لانه حتى فان دايك ده ترجمه مش هو الاصل، ففي مخطوطات هي المخطوطات القديمه. وكمان في حاجة تانية مهمة قوي، إن المخطوطات اللي اتكتبت بأسماء الرسل ورسل المسيح اللي هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبولس الرسول اللي هم تلاميذ المسيح، بولس جه بعدين ما كانش تلميذ المسيح، لكن دول كلهم كتاباتهم اللي بإيدهم مش موجودة. دي اتنسخ من المخطوطات الأولانية، لكن ما فيش ولا سفر مكتوب مثلا إنجيل متى إنجيل مرقس إنجيل يوحنا ولا سفر من دول بخط يد الكاتب اسم الكاتب. ده اتنسخ دي يعني دي قراءات النساخ أو كتابات اللي نسخوا، ما فيش غير الحاجة الوحيدة مكتوبة بخط يوحنا اللي هي هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكلا لكل من يؤمن به، هي دي الوحيدة بخط يده محطوط في متحف الفاتيكان. يعني حتة الورقة دي محطوطة في، وأنا رحت شفتها باللغة الإيه؟ نعم باللغة اليونانية. باللغة اليونانية كتب في البداية باللغة اليونانية ولا العهد القديم بالعبرية والعهد الجديد باليونانية في معظمه، لكن في داخلة برضو بعض الحاجات بالسريانية.